نبدأ من المغرب، حيث فاز فيلم كذب أبيض للمخرج المغربي أسماء المدير بالنجمة الذهبية الجائزة الكبرى للدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم بالمدينة الحمراء. ولأول مرة في تاريخ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تعود النجمة الذهبية لفيلم مغربي، كما منحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لفيلمي عصابات لكمال الأزرق من المغرب وباي باي طبرية للينا سوالم من فلسطين، ومنحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج للسنغالية راماتا تولايسي عن فيلمها بانيل وأدمة. So I just wanted to say that this prize is to be devoted to our father, His Majesty the King. And I would like to say also that I used to meet Milita بعد 20 سنة هاي النجمة ديالنا ما تمشيش المطال من نارا، أثبت معنا وغتبقى معنا، وإن شاء الله العام الجاي يجي شي مخرج مغربي آخر ويخليها معنا دائما. توحشناها، أتبقى بين ناسها ولي ليها كما قالوا ناس الغيوان. وفوالا دونك 20 عام احتفاليه ديال 20 عام ديال المهرجان كنتوجو يعني، وكما قالت اللجنه عن جداره واستحقاق يمنح تمنح الجائزه للفيلم كذب ابيض. هذا شرف كبير ماشي غير ليا انا، فرحانه لان المغاربه اللي كانوا كيتسناو هذه الجائزه، وكان كيوصلونا المساجات، وكنت يعني متوتره اكثر كيفاش غتكون النتيجه. ها هي ديالكم المغاربه، النجمه ديالكم. شكرا جزيلا.